هذا ووصل سمو الشيخ عيسى بن علي الخليفه الى باريس لحضور فعاليات الدوره الاولمبيه الثالثه والثلاثين التي ستنطلق رسميا اليوم واعرب سموه عن سعادته وفخره بتمثيل مملكه البحرين في هذا الحدث الرياضي الكبير الذي يعد فرصه لتعزيز العلاقات الرياضيه والثقافيه بين دول العالم مؤكدا السعي الدؤوب لدعم الرياضيين البحرينيين بهدف تحقيق افضل النتائج ورفع علم مملكه البحرين عاليا في هذا المحفل الدولي